تتميز بصمات الإنسان بأنها مفصلة وفريدة من نوعها، ومن الصعب جدا تغييرها، وهي دائمة وثابتة على مدار حياة الإنسان، مما يجعلها أفضل وأسهل وسيلة لتعريف الشخص على المدى الطويل. وتفخر الكويت بأبنائها في جميع المجالات، حيث كان لهم أثر كبير وتركوا بصمات كويتية. علي المفيدي. يعتبر الفنان الكبير الراحل علي المفيدي واحدا من أعمدة الفن والإعلام الذين أثروا المكتبة الفنية الخليجية والكويتية بالكثير من الأعمال الإبداعية المتميزة، والتي تركت بصمات واضحة في مسيرة الحركة الفنية بالكويت خصوصا، والحركة الفنية الخليجية بصفة عامة. وقدم الفنان القدير علي المفيدي على مدى أكثر من 4 عقود مشوارا فنيا متنوعا وشاملا في الإذاعة والمسرح والتلفزيون والسينما. هو علي سليمان علي المفيدي، أبصر النور في عام 1937 في منطقة شرق بالكويت، وعاش طفولة ثرية بالأحداث الكثيرة التي ربما مارست دورا في اتجاهه فيما بعد نحو الفن. وقد نشأ المفيدي لأسرة كويتية متوسطة الحال، ولما بلغ عمره 5 درس عند الكتاتيب لحفظ القرآن الكريم، وتعلم القراءة والكتابة حيث كانت عادة لدى أهل الكويت، ثم درس عند الملا مرشد، حيث مكث الطفل علي المفيدي قرابة 2 عنده، حفظ خلالها عددا من سور القرآن الكريم. لم يرى المفيدي والده سليمان لأنه رحل عن الدنيا قبل ولادته بشهر، اضطرت والدته التي تولت تربيته إلى الانتقال من منطقة شرق إلى جبلة عند أخوالها، بيد أن القدر لم يمهلها كثيرا، وتوفيت وهو لم يتجاوز 5 أعوام، ليعاني ألم الفقد والحرمان من حنان الأم، ليتولى أخوال أمه تربيته ورعايته. وعندما وصل علي المفيدي إلى سن 19، وبالتحديد في عام 1957، تكشفت موهبته في الفن والتمثيل بالمصادفة، فوقتها كان مساعد البريد البريطاني في طريقه لمغادرة الخليج نهائيا، ليتسلم الكويتيون العمل بأنفسهم، وأعدت حفلة تكريم بهذه المناسبة، وفاجأ علي المفيدي الحاضرين بتمثيلية كوميدية قام بتأليفها وإخراجها وتمثيلها أيضا. ورغم أن معظم الحاضرين كانوا من الإنجليز والأجانب لا يعرفون اللغة العربية إلا القليل منها، فإنهم كانوا يضحكون من طريقة الأداء والحركة. ولأن بداخله ممثلا كاملا، كان المفيدي يمزج في تلك البرامج بين التقديم والتمثيل، وعندما سمعه المخرجون بالإذاعة أسندوا إليه أدوارا صغيرة باللهجة المحلية وباللغة العربية الفصحى. وعلى رأس هؤلاء المخرجين المخرج أحمد سالم الذي أشركه كممثل إذاعي في بعض مسلسلاته. وبسبب الطموح الفني وتطوير أدواته التمثيلية، التحق علي المفيدي بمركز الدراسات المسرحية فور إعلان إنشائه في عام 1964 على يد الرائد المسرحي المصري زكي طليمان، كأول صرح أكاديمي لتعليم التمثيل وقواعد المسرح، في وقت بدأت الحركة المسرحية الكويتية تشهد نموا واضحا بعد تأسيس الفرق المسرحية 4: المسرح العربي والشعبي والخليج العربي والكويتي، وقد تحول بعد 2 إلى معهد للدراسات المسرحية. ولم يفوت المفيدي أي فرصة لصقل موهبته الفنية، حيث انتسب إلى قسم التمثيل والإخراج المسرحي في المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت، التي عدت حينئذ ثالث دولة عربية تنشئ معهدا متخصصا بعد مصر والعراق. وبرز الفنان الراحل علي المفيدي في المسرح، حيث انضم إلى فرقة مسرح الخليج العربي، وقدم معها عدة أعمال، منها بخور مجاسم، يا غافلين، كما شارك في أعمال أخرى مثل هلو دولي، يسوونها الكبار، حامي الديار، بالمشمش، مصاص الدماء، جنون البشر، زمن دراكولا، حب في الفلوجة، ويا نانوة الفريد. وقد تميز في هذه المسرحيات التي جمعتهما عدد من أبرز نجوم التمثيل في الكويت. وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، لمع نجم الفنان الراحل علي المفيدي في عدد من الأعمال، خاصة دوره الذي قدمه في مسلسل درب الزلق، إلى جانب نجوم الدراما البارزين سعد الفرج، عبد الحسين عبد الرضا، خالد النفيسي، وعبد العزيز النمش.
الوحدي وبنبيع الجوتي بربع قيمة النعال. حرام يا ابن في دخول. يا يمكنني بقطع هالنعال على ظهر بعض الناس. الله يا ويرشون الماي على بعض الناس. الله يعني الله. الله يا دنا زوالهم. الله يا دنا زوالهم. الله يا أنا بخلي بعض الناس بيزة بيسود. يعني بخليهم يصيرون أقل من هالنعال. إلا بعد إذا ناوين على زوالهم يبون سوي بنيلتهم يلد نباطة سوونها. ياو كان بيصيرون كناري ويطيرون. ياو إلا إذا بعد إذا ما سدينا دكانهم وخليناهم يبيعون ناري الخايس مثل رؤوسهم. ياو وإذا ما نحشناهم بأجرهم من هني وهم كنهم خمامين. ياو أنا ما أبو يائزة للا تحسنتهم. أفتكر المحسن أنا محسن. وكان يجيد تقديم الأدوار المركبة، ومن أعماله التلفزيونية أجلح وملح، الشاطر حسن، ابن الحطاب، دنيا المهابيل، إلى أبي وأمي مع التحية، السيف المفقود، العتاوية، بدر الزمان، وخالتي قماشة. أنا أقدر أتزوج أربع، والأربع هذيل ما يأكلون نص اللي أنت تأكلينه. اسمع، أنا أشتغل وأوكل نفسي، أنت إيش معطيني؟ مالك فضل علي؟ أنا معطيك اسمي وهذا كفاية عليك. حرم الأستاذ حنظل سعود. وكذلك مسلسلات الأسوار، رقية وسبيجة، على الدنيا السلام، الطماعون، للحياة بقية، قاصد خير، طش ورش، الدعوة عامة، دلق سهيل، القصاص، الوريث، الدردور، السرايات، عندما تشتعل الثلول، شريب بزة، ودار الزمن. سلامات يا هلا. سلامات يا بن حرمة. الله يسلمك. تصدق توني متهاوش يا واحد وتسبين. ليش يا باي؟ جليل حياة يقول عنك تبي عرق بدكانك وصادوك الشرطة. كان برج بمناسمة وعشرة. يلا فكوا مني. وفي وفي فوت. تسمع من الحكي، تسمع من الحكي وايد. فوت يا ابو خلاص. احتريت قلت لي يدوني هذا بن حرمل شريف ابن عن جد غني مو مال هالسوالف البطاليه. خذ وخل. ادري عنك وفي ما ترضى علي، انا صاحبك من سنين ادري، لكن خلي على الله. انا ينيت يوم سمعت الحجي قمت اتنافض. ادري اقول بن حرمل خير ترى دندها انقضى. يا ابو خلي ليش تعزيل الشرطه علي؟ ومن المسلسلات التي قام بدبلجتها مغامرات عدنان والرجل الحديدي. أما على صعيد الإذاعة فإن إنجازاته عديدة سواء في مجال الإخراج أو التمثيل، ولعل الكثيرين يتذكرون برنامج نافذة على التاريخ. وفي 27 من أكتوبر عام 2008 دخل الفنان علي المفيد العناية المركزة في مستشفى الخالدي في عمان بعد أن قام بعملية في الحنجرة أدت إلى تدهور حالته، كما أنه عانى أيضا من نزيف في المعدة أدى إلى أصابة رئته. في 28 من أكتوبر عام 2008 توفي الفنان علي المفيدي وتم إعادة جثمانه إلى دولة الكويت. أنا عندي سؤال أبي أوجهه إلى السيد وزير التربية الحين وبالجواب عليه الحين. السؤال: كم عدد المدارس بمختلف مراحلها في الدولة؟ وكم صف فيها؟ وكم عدد تلاميذها وتلميذاتها؟ وكم مدرس وكم مدرسة فيها؟ وكم فراش وكم فراشة؟ وكم موظف وكم تفنش وكم تعين؟ من سنة 1961 لحد الآن في بلده رجل له قيمته، رجل كبارة ومحبوب ومحترم في وسط الناس وحاجة تمام أوي. يا مرحبا بيها. أي والله يا أبو حسنين، هو أول ما قلنا حق الأخ رشدي قال أنا أجيبه عندي بالبيت وانت فاهم، واليوم إحنا كله إخوان وأهل وكله واحد، ما فرق يعني. إيه رأيكم؟ بقى ما نقرأ الفاتحة ونتوكل على الله. والله شوف رأي ال. يلا إيه رأيك؟ هو ده الكلام الصح. يلا يا سيدي الفاتحة. يلا توكل على الله، توكل على الله. أنت ما تقول إن حسين
سافر البصرة؟ بلى حسين سافر البصرة. خلاص ماكو مشكلة. شو ما ماكو مشكلة؟ شلون ماكو مشكلة؟ أقول لك يا الحبيب لا تستعجل، عفو عليك، أنت تتزوج صالحة. إيه؟ عدل؟ إيه؟ وأبو صالح يتزوج أمك. لو كل من يا ونجر ما ظل بالوادي شجر. رحم الله الفنان علي المفيدي وأسكنه فسيح جناته، فقد كانت له بصمات كويتية.